ومالك الحذر بأن التتويج سيتم مباشرة بعد نهاية الأشواط. الشوط العاشر انطلق قبل قليل والزملاء يتواصلون بالتعليق. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدين الكرام، لازلنا نتواصل وياكم من هنا من أرضية ميدان الشحانية ضمن فعاليات هذا المهرجان اليوم الوطني. شوطا تلو شوط، ها هي انطلاقة الشوط العاشر، والشوط العاشر مخصص للقاية البكار. جائزة هذا الشوط للمركز الأول سيارة، بقية المراكز حتى المركز العاشر جوائز نقدية. نتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا الشوط وفي الأشواط القادمة. نرافقكم طولة مسافة الخمسة كيلومتر والتغييرات حتى خط النهاية مباشرة مع مقدمة هذا الشوط. أرى الآن اللي في المركز الأول شودة للسيد محمد بن علي بن مثيب اللي في المركز الأول، وفي المركز الثاني ناخذ اللي في المركز الثاني فيافي في المركز الثاني للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي، وفي المركز الثالث نشوف شذا في المركز الثالث للسيد مسعود بن ناصر بن حمد بن نايلة المري، وفي المركز الرابع شديدة للسيد ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، وفي المركز الخامس أرى براقة للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي صاحب الشوط الأول مع البترول وصاحب الدرع في سن اللقاية اليوم. ذهب بالدرع إلى دولة الإمارات وخاصة هل السمحة مع البترول. دافع اليوم هنا في هذا الشوط براقة هي الآن في المركز الخامس. هذه النتيجة، هذا أول نداء للمراكز الخمس الأوائل. نرجع إلى مقدمة هذا الشوط، فيافي في المقدمة للسيد راشد بن حمد بن راشد بن غدير الاجتبي على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني شودة في المركز الثاني في هذه اللحظات للسيد محمد بن علي بن مذيب اللي في المركز الثاني، وفي المركز الثالث أرى دخول على المراكز المتقدمة. شذا بدأت تهب رياحها في المركز الثالث للسيد مسعود بن ناصر بن نايلة المري، وفي المركز الثاني للسيد محمد محسن بن راشد بن علي المري، في المركز الرابع المركز الخامس براقة وصلت وانتقلت إلى المركز الخامس للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي. هذه النتيجة ونرجع إلى المقدمة. أرى التغيير طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط من قبل شودة. شودة تغير وتنتقل إلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات للسيد محمد بن علي بن مذيب اللي في المركز الأول. المركز الثاني ديرة في المركز الثاني للسيد محسن بن راشد بن علي المري، وفي المركز الثالث مراسيل للسيد عبيد بن الرملي بن محمد العامري. اول ندى المراسيل تصل وتنتقل الى المركز الثالث، وفي المركز الرابع براقه للسيد احمد بن سعيد بن احمد الرميذي، وفي المركز الخامس شذا للسيد مسعود بن ناصر بن حمد بن نايله المري. هذه النتيجه وشودة لا زالت مسيطرة على مقدمة هذا الشوط. يا سلام يا شودة على هذا الأداء، الأداء المتميز على أرضية هذا الميدان وفي هذا المساء. ها هي شودة للسيد محمد بن علي بن مذيب في مقدمة هذا الشوط. الملاحقة والمتابعة من اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات. نشوف ديرة للسيد محسن بن راشد بن علي المري في المركز الثاني، تلاحق شودة على مقدمة هذا الشوط. المركز الثالث مراسيل للسيد عبيد بن الرملي بن محمد العامري، وفي المركز الرابع براقة، وبراقة تبى تبرق عند الكيلو الأخير، كيلو الامتحان. راقبوا براقة اللي في المركز الرابع في هذه اللحظات، كفتة مليئة بالترشيحات. ها هي براقة للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد
الرميذي، وفي المركز الخامس، المركز الخامس غنايم للسيد علي زيد الشيبه. المري هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى شودة وإلى براقة. صبر يا الرميذي، صبر، الكيلو يقترب وبراقة تقترب. يا سلام، بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، بدون أي أوامر، ما عندها صبر. تبى المركز الأول، لاحقة بالبترول، لاحقة بالدرع. أيضا هنا سيارة تنضاف إلى الرصيد. النقطة الثانية، يا سلام، النقطة الأولى هي عبارة عن درع أضت عليه البترول، وبراقة هنا أيضا خادمة مع سيارة، مع الدرع ومع الأكسس ومع سيارة. هذا الشوط يا سلام، سيارة تويوتا كروزر مقدمة للمركز الأول، وبراقة في المقدمة. يا سلام، ها هي براقة تندفع، براقة للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي. بدأت تحلق، بدأت تحلق على ميدان الشحانية. يا سلام، تحليقة الفوز، تحليقة الناموس. ها هي براقة تندفع، تندفع إلى الفوز وإلى خط النهاية، وهي محتلة المركز الأول حتى هذه اللحظات. المركز الثاني، فتنة خادمة للسيد محمد بن سعيد بالدهن المري. وفي المركز الثالث، غنايم للسيد علي زيد الشيب المري. يا سلام، يا سلام، يا سلام على هذا الشوط. براقة تبرق تحت أشعة الشمس، لكن غنايم، غنايم تيب الغنايم، تيب الناموس. سلام، سلام عليكم يا أهل الشحانية، أسعد الله مساكم بكل خير وبكل محبة. تهانينا للسيد علي زيد الشيب المري المركز الثاني. براقة للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي المركز الثالث. فتنة للسيد محمد بن سعيد بالدهن المري المركز الرابع. الظبي للسيد صالح بن حمد بن هاملة. وفي المركز الخامس، المركز الخامس مياسة للسيد سعيد بن حمد بن مبارك المهيري. هذه النتيجة والتوقيت الزمني، ساعة وصول غنايم إلى خط النهاية بعدما خطفت المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتقار، قاطع مسافة 5 كيلومتر. نشوف هذه ساعة تسلل، تسلل برا، تسلل غنايم واختطاف المركز الأول من تحت أقدام براقة. هذه غنايم تحت الرحال عند خط النهاية في زمن وغدرة، 7:56، 84 جزء من الثانية. تهانينا للسيد علي زيد الشيبة المري، والذي وصلت في المركز الثاني براقة 7:47، 36 جزء من الثانية. تهانينا للسيد أحمد بن سعيد بن أحمد الرميذي، والذي وصلت في المركز الثالث فتنة 7:47، 70 جزء من الثانية. تهانينا